منظمه فيزا برمانيه كمثلا صحافه دي تصوير يعني فيزا يندرمي هذه هاي سنتين الأخيرة تعرفين صار شو اسمه الإرهاب وطلعنا من مناطقنا، فظلت أكثر بعد أريد أطلع دا أدور الأمان أكثر شيء لأطفالي وحياة أفضل إلهم. النزوح الأولى لا قعدوا بالبيت لأن ما كان أكو مدارس، أي بس بعدين يعني راحوا للمدارس بس هم يعني ما كانوا يعني فرحانين وهذه لأن بعدوا عن مناطقهم ومدارس غير شكل وهم نفسيتهم تحطمت يعني مو مثل قبل. مول دام اوكي يا شيز فيري هابي شي سي ثانك جاد وي رن فروم ذير اند كم هير هي سي ام سربرايز اند ات ذا سيم تايم ام فيري هابي وين يو اي مين وين اي توك لايك ذس هابن تو يو Because they call her there, they told her what they want to choose, 14, 15, 16. So she chooses 16. And they call her later, they tell her, no, you're fighting 15. So she didn't believe until I tell her, no, because the 16 is last day for you. I mean, for everyone to come to the United States for the immigration. Mm-hmm. So that's why she's surprised. And she's very happy at the same time. Wait.